السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. أحبتنا في الله، من الأمور التعليمية التوجيهية التي ينبغي علينا أن نعلمها وأن نعلمها للناس، إذا كنت في المسجد ورفع الأذان، هل يصح أن تخرج من المسجد وقد رفع الأذان؟ ينفع تخرج من المسجد والأذان أذن؟ اتفق العلماء على كراهية ذلك، وعلى أن فاعله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عذر. يعني لو حضرتك في المسجد ورفع الأذان فلا يصح ولا يجوز أن تخرج من المسجد إلا لعذر، وسنبين بإذن الله نوع هذه الأعذار. لكن الشاهد نحن ممكن بنشوف كتير جدا وارد في مساجد عامة أو في مساجد على طريق عمومي أو في منطقة سكنية مثلا أو منطقة فيها تجارة أو غير ذلك، الأذان بيؤذن، بتلاقي بعض الناس يخش ياخد ركن في المسجد ويصلي ويخرج، تمام؟ أو مثلا المسجد اللي هو بيصلي فيه يعني نوعا ما بيصبر شوية بين الأذان والإقامة، فصاحبنا مستعجل فدخل المسجد استطال الوقت فخرج من المسجد، ينفع الكلام ده؟ تعالوا بينا نشوف ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وعن أبي الشعثاء: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، يخرج يعني من المسجد، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج الرجل من المسجد. واحد خد حذاءه وبدأ يخرج من المسجد، سيدنا أبو هريرة قاعد في المسجد، فرمى إليه بصره شوف هيعمل إيه. فلما خرج الرجل من المسجد قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أما من كانت له ضرورة، زي إيه؟ رجل مثلا محدث أحدث وهو جالس في المسجد يحتاج إلى أن يجدد الطهارة والوضوء، فلا بأس أن يخرج من المسجد. رجل مثلا إمام للمسجد جاز له أن يخرج لشيء ضروري ثم يعود. رجل مثلا بيته إلى جوار المسجد ومعه شيء ضروري لأهل بيته فنادوا عليه فخرج ثم عاد. أما أن يدخل المسجد ويخرج منه قبل أن يصلي مع جماعة المسلمين فهذا الذي فيه الكراهة وعدم الجواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.